السلام عليكم. وعليكم السلام. اخ مغربي ياك؟ وهذا شي يقول لك عارفين ما تشوف الباجاج وميكا بيضاء فوق شي طوموبيل عارفو مغربي سهلة. هذاك الشيء اللي قلت انا ولكن بغيت نتاكد. سميتي راشد، الاسم كريم. انا سميتي يوسف، متشرفين. مرحبا سيدي. اش حب الخاطر السي راشد؟ والو سيدي، عندنا غير واحد الهديه سيدي، بغينا نعطيوك كادو. مزيان، كادويات ديما كيفرحوا، وانا عزيز عليا ناخذ الكادويات. يا سيدي هذا كادو. قول لي بعدا شنو هذا الشيء؟ هذا بلاتي نشرح لك، ما باينش مزيان. هذا الانجيل ديال سيدنا المسيح، وهذا الفيلم حتى هو ديال سيدنا المسيح. اعوذ بالله. شد 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 شد، انا فرحتيني قلتي لي غتعطيني كادو وجيب لي هذا الشيء. هذا الشيء ديال التنصير ديال الكفار، كتعاون الكفار علينا. واناري واناري فلاتي شويه، برد 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 برد، تدخلتي فيا طول عرض. كفار وتنصير، برد، اش فيها؟ اولا هذه الهديه مهمه، لان المعرفه مزيانه، معرفه الاشياء خير من جهلها. مزيان الواحد يعرف الحاجه ما غاديش تضره. ثانيا شكون قال لك هذا الشيء ديال التنصير؟ ماشي تنصير، او انا كندعي للدين ديالي بطريقه مزيانه متحضره. عجبك اسيدي الكادو خذو، ما عجبكش رجعوا لي، ما كاين حتى مشكل. ما تكفرني ما نكفرك، راه التكفير هو اللي خرج علينا. واش حنا ماشي كلنا ولاد مراه واحده، ولاد راجل واحد، ولاد ادم وحواء؟ حنا ماشي خوت؟ وايه حنا خوت، ولكن انت مغربي كيقول لكم دينكم ولي دين. انت مغربي خاصك تكون مسلم، كتوزع القران، ماشي هذا الانجيل ديال النصارى. راه انت ما فاهمش، وراه هي المشكل. وهذا الشيء علاش انا كنوزع هذا الانجيل باش تفهم، لانه حنا كنسحابوا المسيح ديال الكور كما كنسميوه. بالعكس مغربي راه ما كتعنيش انت مسلم. الجنسيه كانت ولدوا بها، ما عندي ما نقول، ولكن الدين كنختاروه، والناس كيختاروا اديان كما بغاو. كما كاينين مغاربه مسلمين، كاينين مغاربه مسيحيين اللي اختاروا يكونوا مسيحيين، انا واحد منهم. وكما كاينين المسلمين المغاربه المسلمين كيوزعوا القران وما يدويهم حتى واحد، حتى حنا بغينا نوزعوا الانجيل وما يدوينا حتى واحد اسيدي. وشوف سير احمد الله وقول راه عندك الزهر، حيت كتوزع هنايا في الخارج، وماك كنتي في المغرب وراه يغبروك ما يعرف لك شي حد الحس. وراه عرفتها، راه هذه هي المشكل، راه عارف كون قرقبوا عليا، وراه هذه هي المشكل. بلادنا ما فيهاش حريه سيدي، ما فيهاش حريه العقيده، ولكن الاعلان العالمي لحقوق الانسان كيعطي لكل واحد الحق، وكنطبقوه مزيان، كيعطي لكل واحد الحق باش يكون في الدين اللي بغى، يختار الدين اللي بغى، ووزع الحوايج ديال الدين ديالو بما فيهم الانجيل. ولكن اش غنديروا؟ الله يهدينا، بلداننا ما فيهاش الحريه، كون كانت فيها الحريه كون زادت بحال بلدان الناس بحال هنا. الحريه انت بغيتي السيبه ماشي الحريه. بغيتي الناس يبداو يتفرجوا علينا. الله يعز الزيار، انا فرحان وعاجبني الحال. عاجبك الحال، وكون عاجبك الحال كون راك كاع ما جالس برا، كون راك جالس مع خوتك لداخل. احنا هذا هي المشكله، وهذا الشيء علاش انا باغي نوضح لك هذه النقطه. كتعجبنا الحريه ملي تكون في مصلحتنا، اما الا كانت في مصلحه وحدين اخرين ما كتعجبناش. كيعجبنا نمشيو ونوزعوا القران ونجيبوا الصبليون والفرنساويين ندخلوهم للاسلام، ولكن لا الاخرين داروا هكاك ما كيعجبناش الحال. هذه ماشي فرزيات. ونزيدك، هذا الشيء اللي كنديروا راه ما سميتوش تنصير، راه سميتو تبشير. حنا كنبشروا. ما عرفتيش يجيك مليح مادام انت ولد بلادي مغربي بحالي. يا سيدي وباين عليك ولد الناس، ما نخسرش لك خاطر. بارك الله فيك. نشد من عندك هذه الهديه. سيدي تفضل. شكرا. عندك غتسبب لي شي مشكل وانا داخل المغرب. ما عندها ما تسبب لك يا سيدي، هذا غير كتاب ديال سيدي ربي. ما هو حشيش؟ ما هو ارهاب؟ هذا كتاب كون عرفتي اش فيه، كيطلب من بنادم يبغي خوه، يبغي بنادم ويبغي الله. الا لكان المغرب ضد المحبه. اما انت تخاف من شي واحد ياخذ منك الحق، تقرا الانجيل ما تخلي حتى واحد ياخذ منك هذا الحق، لانه من حقك تعرف ومن حقك تقرا الانجيل. واخا سيدي والله يهدي الجميع، اش غادي نقول لك؟ بسلامه. وشكرا سيدي، الله يوصلك على خير، مع السلامه. شكرا.